طب طبعا ده مش شكل لا العجان المصري ولا الطفل المصري ولا الدكتوره المصريه، تمام؟ خير يا حاجه ولا خير يا مدام؟ يقول لك والله ده الطفل ده طلعت له حاجات في جسمه كده من يومين ثلاثه، ويا المنظر ده. طبعا اي حد حتى لو طلعت يقول لك رش. حلو، السؤال اللي بعد كده على طول لازم اسال، في اي سفريه خد اي ادويه؟ سؤالين مهمين جدا لما اشوف رش. تقول لك اه الرجال سخن شويه ما خدش ادويه خالص. يبقى انا دلوقتي عندي حاجتين اساسيين في الصوره دي، عندي سكين راش الطفل الصغير والطفل صغير، تمام؟ في السفرية. هنفكر فيها ازاي بقى؟ ايه ده القصه؟ الحالات دي ما كنا بنجيلنا احنا صغيرين تحس انك تايه، ما انتش عارف تتعامل معاها ازاي. زي بالظبط الحالات الكرونيك ايتشنج من غير سكين ليجن. ان شاء الله هيبقى ليها محاضره باذن الله كويسه كده محضرينها باذن الله. طيب اتعامل عليه ازاي؟ وانا بشوف حاله زي كده ووصلت للنقطه دي، يبقى انا عندي خمس حاجات لازم احطهم في دماغي اما اشوف الحاله زي كده بريزنت سكين راش. لازم المورفولوجي بتاع الراش، وده هنتكلم عنه بالتفصيل. الميوكس ممبرين فيها انفكشن ولا لا؟ الفيفر درجتها هل هي هاي جريد ولا لو جريد؟ والديوريشن بتاعتها بقى لها مده قد ايه؟ مهمه جدا في بعض الحالات. وريليشن تو راش، يعني تلاقي بعض حاجات الفيفر والراش موجودين مع بعض، وفي حاجات ثانيه الفيفر اول ما تنزل الراش يظهر. هل معاه سيل مانفستيشن؟ معاه حاجات ثانيه بتساعدني. واخبار الطفل الزياره الكوتشيه بتاعته ايه؟ هل هو كويس وتمام وبيضحك وكده ولا فيري ايه سيفيرلي ايه الفيفر معاه؟ وزي ما قلنا لما نيجي نتكلم دلوقتي هنعرضهم كده في صور حالات، وهنعمل ستريس على فلاشز على بعض الحاجات، مش هينفع نقول كله، ان شاء الله هنبقى لها تكمله بعد كده باذن الله الموضوع ده. نخرج فلاش مهمه جدا جدا جدا. اول خطوه بالنسبه لي لقيت راش طفل مع فيفر اشوف المورفولوجي بتاع الراش ايه وهنقوله وهنسمرايز كويس. ممكن يكون ماكرو بابلر هنشوف زي ايه، ممكن يكون ديفيوزر سيمس ديسكوميشن، ممكن يكون بيكل راش، وممكن يكون فيزيكال راش. دول اهم اربعه، في نقدر في حاجات ثانيه لكن دول اهم اربعه كمورفولوجي للراش. طيب تعالى الفيفر برضه عشان نبقى بس تعرفنا، ممكن تكون هاي جريد فيفر وممكن تكون هاي جريد فيفر بالتذكره بس. نبدا بقى نشوف حالات كده سكرولنج، كل الحالات تقريبا بالنت بس في حاله في الاخر كده كويس هنشوفها دي حاله لايف كيس يعني، بس عشان الموضوع سهل ما ناخدوش بطريقه نظريه اللي هو فايبر بكتيريا ونقعد بقى نقول الكلام ده موجود، لكن هنعمل بس ستريس على بعض. طبعا عارفين الاول يعني ايه بي في يعني ايه مونس يعني ايه بيرت برايمت، ده اصغر حاجه بالبوينت طبعا كبير اندر ذا سكين وله اثار كتير قوي. لو جالنا طفل زي كده بريت راش والطفل دوت تبرش و فيري سيفير ايه، اهم حاجه زي ما قلنا الراش شكله ايه؟ اي حد بيقول ده الراجل ده بريت راش او ممكن نقول بتيك يعني راش، تمام؟ بتيك حاجه صغيره وعدى بريت راش. طيب نشوف كمان نفس الكلام والطفل ده اخبار الفيبر اللي عنده، عنده فيبر وعنده فيبر حاليا وفيري هاي فيبر. طب الجنرال كونديشن فيري هاي، جنرال كونديشن فيري هاي. حاجه زي كده لما اشوف دوت ليها اسباب، بس اهم حاجه اهم حاجه ان انا استدعي دي. مش شرط انها تكون موجوده ومش مهمه، بس لازم استدعيها لانها فيه. فدي اهم حاجه، لقيت عندي نتيجه راش مع هاي فيبر مع سيفير دي ايريك شارد، يو ماست اكسكلود نيجروكسين. مش انت اللي بتتعامل معاه يعني تحوله حد اطفال او تحوله طوارئ او، لكن لازم تحطها في دماغك. لكن هل معنى كده؟ حتى في حاجه كانت في كده مقوله بتقول ان اي شايلد وسليبر كان ايفولد ديكال راش مصر في بس يوم تو هاف ريتش بوكسين. لكن هل معنى كده ان اي حاله فيها ديكال راش مع فيبر تبقى من ريتش بوكسين؟ لا، ده الاخطر اللي لازم استدعيه. اسبابها كتير، وعلى فكره في اسباب بسيطه جدا. ممكن واحد بس مجرد ان هو عنده شويه فيبر فايرال انفكشن يطلع ليفر سيبتيتنج فاكتور اللي انت عارف شويه بتفيد، تمام؟ لكن اللي بيميزنا في النيجروكسيميا قلنا فيري باد ليورال كونديشن. الاسباب اهو في حاجات كتير ممكن تسبب رجاله، ممكن يجيله فيروس، ممكن حاجات سيركوكال، ممكن ريكيتشا زي روكي ماونتن في جنوب امريكا موجود حاجات دي مش عندنا فنجاي اذر حاجات كتير جدا. لكن انا مهم اخلي بالي من الحته دي، لقيت هاي فيبر لقيت معاها ديكا الراش لقيت معاها فيري باد ليورال كونديشن يو ماست اكسكلود نيجروكسيميا. هقول لك اهم حاجه هنا توكسيك ولا انستيبل فايتال ساين ادمتد على طول، وخلي بالك من دي ودي بعض اسباب ثانيه. لكن لو نان توكسيك وهي متغيره في الستيبل مع انه في فيبر وراش مش مشكله،
مهمه جدا جدا تتحط بوتن لاين، انك لو مش في دماغك ممكن عامل دايت. طب نشوف ايه حاله زي كده. ايه الطفل ده جايب لك في ايه؟ فيبر، فطبعا هيجيب فيبر ومده اكثر من 5 ايام. الاي عنده كونجكتيفايتس بس نون جرون. ستروبري تان عنده فيه فيها اديمه وفيها بيلينج ترانسفورميشن. والراش موجود على الجسم كله كمان على شكل الارض. ده اللي هو ايه بقى؟ عامل ايه ده؟ ده وسائل او بيسموه اكيوت سيستميك فاسكولايتس. دي المانيفستيشن بتاعته، وهنشوف الكرايتيريا فور دايجنوزس دلوقتي. دي مهمه جدا بقى. امريكا هارت اسوسيشن قالت لك ان انا اهم حاجه في الوسائل فيفر، مش شايف فيفر؟ هايبر فيفر اكتر 5 ايام ما بتنزلش، قاعد كبير في انتبيوتيك وما بتتحسنش منها ايه. تمام؟ مع ايه بقى؟ مع 4 حاجات من الخمسه اللي موجودين دول. ريد سويلنج بيلينج بار، سويلنج اوف ليمف نود في غالب الكبدات بس الفايكنج ليمف ادينوباثي. او ان هو ريد اي ورايت رانكل، اسف الرايت رانكل بلاد والتروبل تانك كونجكتيفايتس والراش اللي بقى موجود في الجسم بيبقى في الغالب ديفيوز بس ما بنساش. يبقى في اكثر من 5 ايام مش في بقى انتي بوتيك معاها 4 من دول، يبقى انت كده شخصت كواساكي ديزيز او كواساكي سيندروم. دي برضه نفس الكلام. في حاجه بقى جديده مش جديده قوي 2019 تقريبا او 2012. كواساكي مشكلته انه ملوش سبيسيفيك انفستيجيشن تاكد بيها ان ده كواساكي. انا كلينيكالي بسسبكت من الكرايتيريا اللي هم حطوها دي وبعمل ايه؟ سؤال سالت بروتين بلاقيها عاليه ان انفلاميشن، لكن قالوا ان في حاجه كده اسمها ميبرين اي وفلامين سي، دول يوم بروتين ممكن يبقى لهم دور فيما بعد اذا هم متخصصين شويه انه يشخصوا لي الكواساكي. ممكن. تمام؟ خطوره الكواساكي وصعوبته او القلق بتاعي هنا في ايه؟ في الهارت. ان هو ممكن يعمل لي ممكن ديورنج الاتاك يعمل لي بيركنتايتس اندوكنتايتس هارت فيلير اند اذر سيستم، وكمان ممكن يسد سيكولي كورونري ارت انيوريزم وممكن تعمل ثرومبس. وحتى فيما بعد يعني بقول لك عينين الكواساكي دول لو حتى خف وتعالج ممكن يبقى عنده سيكولي كورونري ارت انيوريزم ولازم يتابع على طول بايكو كل سنه ولا كل حاجه. وخلي بالي قوي العينين دول يعني عندهم قابليه ان يجي لهم مايكاردال انفاركشن عشان دي. لكن خلي بالنا منه. مش كل الحالات 5% او 10%، لكن لازم البوتوم لاين وده خطوره الكواساكي كده. التريتمنت اهم حاجه في التريتمنت هو ده الاي في اي جي. بديه دوز 2 جرام كل جرام مع هاي دوز اسبرين ببدا بيها، وبعد كده ببدا بكمل بعد كده باسبرين لو دوز لمده على الاقل 6 اسابيع. وخلي بالنا قوي الايكو مهم جدا جدا معاك. العلاج بتاعهم تمام، وفي ناس بتستخدم بعض الاذر اميزا بريزنت ستيم كوتيك سترويد ميستروكسيت اند سو اون، لكن برضه في حاجه نوعا ما يعتبر جديده لسه ده مش في اليابان، لان بعد كده الكواساكي ده واحد ياباني واول حد بيشوفه في اليابان اللي هو اليوني ستاتس داون ده نيوتروفيل اسيس انهبيتور. بيقولوا برضه ان هو ممكن يبقى له بعض الفكس بعض الحاجات اللي ريزيستنت اي في اي جي. نشوف تاني فريش وموجود ديفيوز السمك الفريش مالي الجسم كله بالمنظر ده ومعاه فيفر وفريش بقى له يومين. تمام؟ بس جيت بقى عملت اكزاميشن تاني لقيت في ايه؟ في حاجه اسمها ستروبل تان، ولقيت الرش موجود في الايد بس في حاجه اسمها ايه؟ طلق الراوند بيسموها سيرتم كورا طلق. تمام؟ دي اللي هي الكاربت فيفر ما عادتش موجوده قوي بسهوله. ليه؟ في منها حاجات ممكن تبقى انكمبليت. ليه؟ لان مجرد ما العيال بيجي له انتي بيوتيك ابدا اوديفاي البيتش. يمكن قبل الانتي بيوتيك زمان الكاربت فيفر فيها حاجات كتير. ماشي؟ هي الكريتيريا بتاعتها فيفر مع فرنجات سوسيلايتس ستروبل تان سيرت وول بالو. في حاجه اسمها سانت بيبر لايك سكين راش بتلاقي فيه زي ما تكون جزء كده او حاجات نقط صغيره كده على السكين زي ما تكون فيه رسيمه جامده قوي وعليها حتت بارزه من جلد. وبس يا لاين دي ان تلاقي الراش دوت اكسنتويتد قوي في الفليكشن، تلاقي في الفليكشن زياده قوي في الاكزيلا او الانتيكيوبيتال. ومهم ان بيحصل ديسفورميشن للليجن او البان والسوي السكين بتاعهم خلال 7 او 10. تمام كده؟ اللي احنا قلناه الكلام اللي احنا قلناه دوت مفيش مشكله. ماشي؟ طب حاجه كمان احنا في الاخر هنسمرايز وهنبقى
هنلاقي الدنيا ان شاء الله. برضو راش مصلي هنا راش عباره عن كنتول وتكنتول واخد البيس والكرانك موجود في طفل صغير. فاكرين الصوره دي؟ لا فاكر الصوره مش قوي في المدير تعب ولا حاجه جاله فيفر بدا يطلع ضغط حر دي في البيس. ايه بقى القصه دي؟ هنكمل بقى كمان كمان كونجكتيفايتس هنا او في انفكشن الاي في حاجه هنا بس الممونيك موجوده في الميوكس ممبرين من جوه ترسيمه وفي عندي حاجات وايتش كده زي ما الكود يقول لك انت بدر شويه ملح موجودين في الميوكس ممبرين اللي بيقول عليها ايه؟ بوبليك سبوت. يبقى دي الحاله دي كلها ان جنرال دي ايه؟ ميزز بيسموها الروبيولا او الفيرس ديزيز ده هايلي كونتاكتوس دي الميزز فايروس او الدارو ميكس فايروس بتبقى 10 ايام بالبروجروم فيفر مهم قوي بقى في الميزز 3 سي كف رايزا وين كونجكتيفايتس دول بيقول عليهم شيل سنتوم مميزين لحاله الميزز. ممكن حاجات ثانيه مايليشيا كونفوبيا اند سو اون ماشي الرش مهم قوي ان الرش بيبدا من فوق تمام من عند الهير وايت ويبدا ينزل لتحت تمام في اول 3 ايام ولا حاجه وما يجي ريزولف ريزولف بنفس الطريقه اللي ظهر فيها ماشي. فالرش هنا كاركترستيك قوي بتاع الميزز وما ننساش الكوبلكس سبوت ساعات لان انت ممكن الصوره الاولانيه بشويه ماكل بابلو رش ومعاه شويه فيفر ممكن تحط فيها ديفرنشال غير كتير ممكن تقول تراك رش ممكن تقول حاجات تانية كتير لكن مهم قوي لو شفت الكوبلكس سبوت عشان كده بيبقى سمبرين من ضمن الحاجات الخمس حاجات اللي قلناهم في الاول لازم اعمل لهم اكزامينشن. في الكوميونيكيشن حاجات كتير فيرس ميديا نيمونيا سو اون العلاج بتاعها مفيش انتي فايرال ليكوز اللي هو بيزيد بقى بس مفيش انتي فايرال سبيسيفيك بلو او افكت بلو انها بقى بيسبورت لكن لان حاجه مهمه قوي حتى بيقولوا لي كمان في جنب والدبليو اتش او ريكومند دي ان انا ادي فيتامين اي او يوز فيتامين اي لو ده لها رول كويس جدا جدا في حاله الميزز. في حاجه اسمها موديفايد ميزل لو واحد بيحط جيلو جلوبلين او في حاجه اسمها اكتريك الميزل واحد لما طعم قبل كده وبيقدر يسترين. انا نفس السؤال سالت نفسي وانا بحضر الموضوع هي الميزل موجوده في مصر؟ طريقه موجوده ولا مش موجوده؟ حد شاف حالات ميزل؟ هي موجوده وموجوده كتير كمان هو الجدول ده دبليو اتش او 2014 2015 شوف في كام حاله بصوا كده على الرقم بروفن طب دبليو اتش او 1093 حتى لو تفتكروا كان ساعات المصري يوم وكان قال في 8000 وفاه ومش عارف ايه فالميزن ما هواش مرض القرن على الرغم من التطعيمات اللي موجوده لكن الميزن موجوده لازم تحط واحد ماشي. برضه طفل صغير وعنده رش برضه شبه يمكن بتاع الميزن موجود في الفيس موجود هنا يعني غيره مع فيفر بس ايه اللي موجود عنده بقى لهم ريسك 37 و80 يعني المفروض متعالج على 38 ومعاه تندر ديفيدرز. لقينا الحاجات دي كده دي على طول اللي هي اوف ميزز او اللي هو ايه اللي هي الروبيلا او اللي بنقول عليها الجيرمان ميزز بيسموها حتى 3 دي ميزز تمام لانها مده اقصر. الرش يمكن شبه بتاع الميزز بالظبط بس بيفرق معانا ان الفيفر بتاع بلوك الفيفر وبيفرق كمان معايا ان هو التندر ديفيدرز بيبدا في الاول في الفيس وبيبدا كده يبقى في البطن. الفيول انصر جنرالايز مادلو كابر داش والتمبريتشر بسبب 2.2 ما بتعديش ال 38 يعني ما بتعديش لو بريس ممكن حاجه الاسترايكس اللي انت بتلوكس برضه دي مهمه قوي. مفيش اختلاط ده قدام مشكله الروبيلا او الجيرما الميزي لما تيجي تمشي بس بقى لما تيجي فين في الايميل عشان يكون جيت روبيلا سندروم ثلاث حاجات مأساويه مايكرو كيفري بيدكس ارتيوزس وكاتاراكت كانت مأساويه فخلي بالنا ان نفس الفيتشر دي لما تيجي بس بره الرعاش في اونست واخد الكيس وبعد كده تلت البادي مع لو جريد فيفر في حد ميل بريجنت خلي بالك قوي بوت المايند الروبيلا معاك. طيب الطفل عنده رعاش بس ميزه المرض ده بقى ان هو في تو كاركترز مميزين له قوي ان عندي رعاش موجود يمكن في الكيس كمان بس في الكيس دي وبعد كده بدا ما ده بدا يتحسن بدا يظهر ده بيسي او ريكيت فريش انا عندي راش موجود في الفيست بيسموه سلاب شيت تمام وعندي بدا لما يتحسن شويه بدا يحصل ريكيت او ليس باترن راش موجود في الترانك
ده اللي احنا بنقول عليه ايه؟ الفيفث ديزيز. وانا برضه لما بقعد محضر فيفث ديزيز يعني انا عندي فيفث فيرست في سكند وفي ثيرد وكده في هنشوفهم دلوقتي تمام؟ فده اللي هو الغرسينا انفكشيوزا الباور فايروس بي 19 مميز قوي بالراش بتاعه كاركترستيك قوي ان هو زي ما احنا قلنا كده الراش بيبدا يظهر كبرايت ريد شيكس وستاب شيكس وبعد كده لما يبدا يتحس بفرق اربع ايام يبدا يظهر الايه؟ الراش اللي على الفرونت على الكوليكستريمز وبيقعد خمس تسع ايام سيلف ليمتد بس تبقى عارفين طيب برضو تحسوا ان الحاجات دي كلها رغم من بعد الكوسين كلهم شبه بعض بس في كرايتيريا مميزه لكل حاجه يعني الميزز قلنا كوفيد سبوت الجيرمان ميزز قلنا ان في فيفر بتبقى لو جريد فيفر مع الدندر ليمفادينوباثي ارسمها انفكشيوز هتبقى مميزه طب ليه شبههم برضه؟ برضه ماشي بس موجود مين على الترامب يمكن في شويه حاجات على الترامب بس ليه موجود هنا على الترامب؟ المميز في الراجل ده اللون بتاعه باين كده اللون اللي هو فاتح ما هواش قدامي قوي زي بتاع الحاجات اللي فاتت بس نكمل بقى دي مهمه كبيره قوي ان انا الناس اللي معايا ان الفيفر هنا اكيوت اونست اوف هاي فيفر وبعد كده لو عندها ثلاث اربع ايام وبعد كده تبدا تتحسن ومع التحسن بتاعها يبدا يظهر الراش فيجي لك الطفل زي الفل مش في مشكله خالص فيه وتقول لك والله ده كان سخن سخنيه عاليه جدا جدا ثلاث اربع ايام وهي بتنزل بدل الراش يظهر ده كاركترستيك لايه؟ الريزيونا لايه؟ الفانتم دي من الحاجات الكاركترستيك ليها جدا تبقى انت عارفها انت لما تبقى عارف في الحاجه على الاقل انت عارف الدايجنوز طمن الام انت مطمن في دماغك الجديد عامل ازاي ده سيمتوماتيك هتبقى بس سبورتر وبتديني كويس غير انت مش عارف هتلاقي انك اتخانقت حاجات كتيره ومن حاجات كتيره ومش عارف تصرف ازاي. ده قلنا هو بس مهم هنا صغير في 6 وهو سيلف ليمتد خد بس منه في المرحله دي عشان فيبرايل سيزر والعلاج بتاعي سبورت. دول الكلاسيك دول الكلاسيك تشايلد هود اكزامسين اللي كانوا معروفين وموجودين. تدهم موجود بس الفرد الزيز ده ميزيس والسكند سكارلت فيفر الثيرد روبيلا الفورث ما عادش موجود الفيرست بيرسينا انفكشيوزا والسكس ديز اللي هو الريزيولا الفقر ده اللي بقى بينهم مش مشكله اكزانسيم واكزانسيم اكزانسيم ده راش طالع على السكين اكزانسيم ده عشان بس اللي ايه لخبط الحته دي انا فين جرافشن في الاكزانسيم في حاجه مهمه برضه جدا ساعات راش يطلع وتلاقي معاه فيفر وما انتش عايز تعمل له نيوتراليزيشن مع اي حاجه من لو داون دول ده اللي بنسميه الايه؟ نون سبيسيفيك فايرال تنسيب ودي مشهوره وكومن وتسال على ناس الاوتراك مفيش ناس الاوتراك تمام؟ ففي حاجه اسمها نون سبيسيفيك فايرال تنسيب حاجه مش ماشيه مع خمس حاجات اللي احنا قلناها وتلاقيها برضه ماكله قبل الراش ومعاه فيفر خلي بالنا بقى طب رايز ده لو شفناه برضه هو اختار مكتوب بره الراش موجود في الترنك وتسال الام تقول لك ده كان عنده شويه سخونيه طب خدت له اي علاج؟ والله تقول لك انا خدت له علاج لو مسلم او مش مسلم بيقول ان عشان اكرمه بيبقى مور دارك كريكت الكلر ميبي جيش وساعات بتبقى صعبه قوي لكن اعرفه ازاي الهيستوري نوعا ما اسال الهيستوري خلال فتره قصيره ثلاث اربع ايام قبل الدراج ظهر الراش ساعات بيبقى مورد وساعات بيعيش في دول يفرقهم شويه طب ساعات انت بتخطب خالص ما تحط في دماغك ده ممكن طب هي الدواء دي فايرال اكزنسين نون سبيسيفيك فايرال اكزنسين ولا لا مكسله مكسله ريش طب هتعامل مع حاجه ازاي؟ هتعامل معاها ان انا احط في دماغي حاجتين فممكن يكون الواد ساكن وخد دم سلم ظهر ده او ان هو عنده فايرال اكزنسين وان هم ما ادكش كويس فلو حط في دماغي اوقف لو مكسله او مكسله وعلى سيستمك حط في دماغك حاجتين ان ساعات بيبقى صعب جدا تتفرق بين الاثنين لكن في بعض الحاجات ممكن تساعد الشباب في الشخص دي حاجه كسربل بس جايبينها عشان تحط لك في دماغك طفله صغيره كان عندها هاي فيفر وعندها ديفيوز بقى بره الراش فيشل ديما ميكوزا كلوجا عملنا بقى سي سي ديزوفيليا ولقينا فيه بدايته نيجاتيف لغايه دلوقتي قريبه ايه؟ دي حالة هيستوري وافتراض بتك من ثلاث اسابيع. دي بريس، بريس دايما بيجي في الكبار لكن ممكن يجي في العيال الصغيرين ممكن. بريس اللي هو بيقول عليه اللي هو دراج راش ويز زيروفيليا اند سيستمك سيمبتوم او ساعات بيسموه دراج انديوز هايبر سيستمك سيندروم. مشكلته وصعوبه المرض ده ان الانست ما بين ظهور الاعراض والدراج اللي خده تقريبا ثلاث اسابيع هم بتزيد عن كده. الحاله الكيس ريبورت دي عارفين كان الدراج اللي جاي داخل ايه؟
كلها هايبريد، عارفين كلها هايبريد اللي بياخدوها عشان ياخدوا كل شهر وهيعمل ايه ام ار اي او الكلام ده كله، ودي كانت حاله غريبه جدا. اشهر دراجز اللي بتيجي بتعمل تريستم جروب ايه؟ انتي بليتلتس، تمام؟ فهل ممكن يجي في الاطفال؟ اه ممكن يجي في الاطفال، تمام؟ عشان بقى دي فيشن قديمه دي مهمه جدا حتى في الكبار بتساعدنا جدا في التشخيص مع الهاي فيفر ومع الحاجات اللي قلناها، ومهم قوي الزينوفيليا وفتره الغلط من بالذات ده. سهله الحاله دي وبتشوفها كتير قوي قوي الايام دي، ومعرفش هي كتره الايام دي ولا هي موجوده في الخلفيه مش خاصه، لكن كتير قوي بنشوفها الفتره دي اللي هو الايه؟ هاند فود ماوث ديزيز. يهمني بس هاند فود ماوث ديزيز بتخلي بالك من دي. فيزيكال وحواليها زي ما تكون قلم احمر وراسم حوالين الفيزيكال. الريد هارو اللي حواليها دي كاركترستيك قوي. نفس برضه الخط هنا اهو شايفين دي الريد هارو اللي حواليها مميزه جدا. خلي بالنا بقى ان الهاند فود ماوث ديزيز ممكن يجي في الفقر، ممكن يجي في الصال، وبعض الحالات اتريك هاند فود ماوث ديزيز ممكن بريزنت بس من حته في السول ولا حاجه، وتلاقي معظم الليجن موجوده في البطنس او في الجيتال اريا او في الصال. فخلي بالك اهميه الهاند فود ماوث ديزيز ايه؟ انك تحطه في دماغك عشان ما تقولش عليها ايه؟ ارثيه مالتي فورم. لانك لو قلت عليها ارثيه مالتي فورم وشخصتها انها اكستنس ارثيه مالتي فورم دي ايه؟ يبقى انت كده العيان اللي كان هيعدي كويس زي الفل اللي دخلته كده بقى لايف فور كومبليكيشن. طب افرض بعض الحالات ما انتش متاكد خالص وما انتش شايف عندي سيمتوماتيك ما فيش سيستميك كومبليكيشن دي اللي احنا النقطه اللي عايزين نوصلها، لان علاج الهاند فود ماوث ايه؟ سبورت تريتمنت مالتي فايرال اند اند اند، تمام؟ فما بديش حاجه سبيسيفيك ادي فايرال، لكن خلي بالك ان حط في دماغك الهاند فود ماوث ممكن يخش دماغك بس معاه ارسام مالتي فورم، فبليز لو شايف ما تديش سيستميك كومبليكيشن. طبعا تشيكن بوكس من ضمن الحاجات دي. طيب انا عارف ان خلاص خلاص اليوم بيخلص، تمام؟ فاحنا خلاص هنخلص. في حاله دي بقى كانت حد من زمايلنا من الاطفال بعت لنا صور الحاله دي بيقولوا رايكم فيها ايه؟ كان جدا. الفاتر بتاع الحاله كانت طفله عندها سنتين وقال لك ان هي بقالها عندها فيفر بقالها تقريبا اراوند 20 21 يوم، مده طويله جدا جدا مش مستجيبه قوي لا انت بوك ولا انت بوك. عملنا اكزامينيشن لقينا فيه راش، يعني ديفيوز راش موجود هنا. شوف دي الراش متركز هنا وموجود في منطقه الجنجاليه في البرنيه الجاريه راش بزياده شويه. لقينا فيه قيمه في الهاند بتاعتنا، ولقينا كمان فيه بدا يحصل سوميشن للسول. رايكم لغايه كده الحاله دي بالهيستوري هاي فيفر بقى لها اكثر من 21 يوم، راش موجود متركز في جيتا اريا، في قديمه في الهاند وفي عندك سكوميشن في دي دكتور حازم بيقول لي توازاتي سندروم. كنت لما كنا بنذاكر التوازات احنا في الماستر كنا بنحسبه ان هو رير ما بيجيش مش موجود، لا ده موجود. وسالنا زمان كده الاطفال بيشوفوا حاجات توازاتي كتير. خطوره الحاله دي في ايه؟ ان لازم على طول مجرد ما احنا قلنا انا اصلا الحاله دي لما بعتوا الصور بتاعتها سالتهم يعني كنت بقى حاضر للموضوع بقى الحمد لله كانت الدنيا كويسه، فالكريتيريا في دماغي سالتهم هل في اي افكشن او في سرفايك ميثرو، هم ما كانوش دوروا عليه. انا مش شايف الكوزات قلت لهم اشرح كيف الكوزات دوروا بقى فعلا عندها كونجنتراس عندها فعلا سرفايك ميثرو. فالحاجه تقريبا انت مكمله كل الكريتيريا بتاعت الكوزات، ومجرد ما ان احنا اكدنا معاهم التشخيص بدا على طول يجيبوا لها ويتصرفوا لها في الاي بي اي جي، وهي حاليا على علاج لحد من 3 4 ايام بس، تمام؟ فالكوزات ما هوش حاجه ريئه، ممكن تلاقيه ممكن نشوفه، وخطورته انه مش زي الامراض العاديه ان انا هديله انت بايوتك ولا انت بايوتك ويخاف، ده له سيكول على الهارت ممكن يبقى فيه في بعض الاحيان. فبليز دي حاله لايف هيد، خلي بالنا ان التوزيع ممكن نشوفه. ما تنساش النقطه دي، فيفر اكثر من 5 ايام ما تستجيبش الانت بايوتك وانت بايوتك، وفطار اقل من 5 ايام. حط الجمله دي لو بتاعت بيها النهارده. اللي احنا قلنا عليها دي كانت بس جدا مميزه قوي قوي في الجنتال او البيرجينال كارسيو. احنا خلاص خلصنا، هنسمرايز بقى الموضوع كله. طفل عنده راش، عنده فيفر، لازم احط في دماغي 5 حاجات دول، ما بقولش وراش كلهم ونرجعهم تاني. ميوكس ممبرين فارق معايا، فارق معايا جدا. كوبري سبوت نزل، سترونجلي تانك بنشوف فين بسبب الفيفر والمزاجي. حاجات تانية كتيرة مهمة قوي فشل جراب ممكن اشوفها في توزيعي. الفيفر الجراب بتاعها مهمة، هاي جريد ولا لو جريد. الديوريشن زي ما قلنا لسه حتى التوزيعي. الريليشن تو راش
تمام؟ زي ما قلنا الرجولة الفاندر هاي ريف فيبر تايب ديان بيبدأ إذا الراجل بعد الشرق تفتح الأسفير مانيفستيشن مهمة أو زي ما قلنا مثلا على سبيل المثال في حالات التوزيج أو البرودروما التاتسي في الميزيس الليرال كونتشا مهم جدا فيري سيفير لي إيه تشايد مع التيكال راش سكلود من الجوكسينيا دي آخر الفاشة ما ننساهاش الأربعة تايب أوف راش ماكلو بابلر ديفيوز سيمتاس بتيكال ماكلو بابلر زي إيه ميزنس روبيلا سنة تشيوزا فزولا الفانطا وانبولي كورن باكراش ديفيوز الرسية ما تتنظر الكوميشن سكالز فيبر التوازيك بتيكال داخل كسكون من الجوكسينيا وفيزيك لارهاند فول ماوس ديزيز والباكسيلا دي هتكملها ان شاء الله في الوقت بعد كده and thank you.